فقد يحيط ذنب واحد بالمسلم ويضيع عليه حسنات كبيرة. فهذا هو. فبين لهم سبب بكائه، وأن الخوف والوجل من ما بعد الموت بسبب الولاية، بسبب الفتنة، وهو على رجاء خير. قال: فإذا أنا مت، يعني أنا الآن في مرحلة الموت، وجهزتموني التغسيل والكفن والحنوط وكذا وكذا، انتبهوا الأمرين. أول شيء لا تتبعني نساء يبكين، هذه نياحة الجاهلية، هذه خطيرة جدا. هو ينصحهم بأنه ما تنوح النساء، ما تبكي ترفع صوتها وتشق ثيابها وكذا وكذا حزنا على الميت، لأن هذه عادات الجاهلية التي مقتها الإسلام وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موته تبعث يوم القيامة عليها سربان من قطران والدرع من جرب، ملابس من ملابس أهل النار. يقول لعبد الله ولده: اصحى لا يتبعني نائحة للقبر والدفن. والثاني: لا يتبعني نار. ليش نار؟ لأنه من عادة الجاهلية أنهم يجعلون النار تتبع الميت تعظيما له وإشهارا بموته وأنه عظيم وأن كذا وكذا، من عادات الجاهلية، وهذه منقوتة في الإسلام، ملغاة في الإسلام، من كبائر الذنوب. هاتان وصيتان له في خاصة أهله،